الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بالا يدهدا وحور شيء كن هل بقول لحدن يشنت هجرده مقالة النجد كتالي درعية لأورنجري هل كاسو كورد شيء وحكو برباري شيخ قري علمي الدين لغوية قاني ووالد كيس محمد بن عبد الوهاب هذا أوجوغي إلى يرانتي سنين تلماما أيوها شيخ شا عبد الله oo lagu yaqaanay dadaal dheeraad ah asagoo yar buu quraanka xifdiyay kadibna wuxuu gudo galay culuumti sharciga ahayd inuu barto ilaa uu noqday nin lagu tilmaamo faraha cilmina lagu tuhmo khaasatan usuulka iyo tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqiga iyo caqaa'idka wuxuu kaloo ku caanbaxay inuu aqoon dheeraada u leeyahay macrifada cilmiga naxwada iyo luqada carabiya aabihii markuu dhintay sheekh maxamed ومؤسس الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليه شيخ عبد الله وحون نغضي مرجعة أي علماء أصول لابتان كالميستان فهم كيسة قضادي علماء دعادي الدولة السعودية الأولى أو دنبا مركز بوها هي مال أصول نغضان هي محوها ملجأ في النوازل والملمات وحول عاشر شيخ أولا نولا إلى صدح بقر وريال سعود أها بقوركو ريا وسو قاري شيخنا وهو الامام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود وحكر الله عاشري الامام سعود بن عبد العزيز وامام كورنمو دليئه وحاكلو والله عاشري ومركو قدام بيسها دلالة دلي اما ولد انتيب الشيخ الامام عبد الله بن سعود وانك هادو قدام بيولو دليئه شيخ انتو النولا عمر دن الى تضباطن يتضبصنوا اي النولا شيخ عبد الله انت اون ولا وحكوب بحشي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والرد على شبهات الملحدين والمشركين منهج كاسوس كسعودي انت اون ولا ودنبا اما تابق ليبا الى واجدا بالدوله العثمانيه او الخلافه العثمانيه اي شيخ اي دوله دبا اي دميا دوله سعوديه نواه دميا شيخنا واجدا بمصر اما قاهره وكل انت اسوء محبوسه مركيا أي دريمين دولة العثمانية أي درينتي دولة عصب توحيد كسو بحضي دنك نجد كد من الأول يكتي مناطق بدن وحجاز كمدة إلى مكية مدينة بقب صديق حق أن يوصف فين شام يا عراق بقى مقالوين كمدة يسوق قاعدين لبي اتجاهه كلا دولنا اللي وسعوا دي دولة العثمانية هذه علماء يو اتجاهها قود كسعوتي عالم الإسلام حلقا وحي الله بنا بإسكا هيدو خرافي إيو شرك إيو دين لآن أيا أبض نايد إن كستو مقع إسلام مولي باقي أها دولة عصب صوب بحدي نجد كصوب بحدينا الدولة عصب ومدي توحيد ولد ويريسا لدى الله ميسا شرك إيا مقالة ديسا لدى الله ميسا بدعة إيا مقالة ديسا إيا هاي واليس حملوا ويا مركة كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب والحمله واي مركب بقر كي سلطان كي جوغي بغداد دولة عثمانية أفردية أي مركب رأى لقدر دولة محوها شحا عبد الوهاب هو قامين يحق الدين أهان مركب ما المال تقال لما هي بقر كا وحاو عدات أمانين كا والي بغداد جوغي إنو سنفود قلين كرين حق أنه وسن أبا بعدي كرين دولة سعودية كذب خليف كي جوغي إسطنبول وحو أمري والي مصر جوغ محمد بن علي باشا إن دولة باب يو إن تيسن بلارنين ويسن باهين لين كاسي عيدا بلارن ومركي أهو الرئيسي أها طبنكن أما سيديتكن لغو قياسي وآدو تبابرون أفر سنة وديارن هاي أمرك وحال لسي يكون لبابق اللباطين اللبادي بأمرك لسي إنو ويرر دولة سعودية باب يو وحونا ويرر كقاد يكون لبابق اللباطين إيا اللحدي أي ورك قد أفر تاسن عيدا خاصة أي ديارنا يسلو باب يعني من كان ما دام الغش يعني من دقال لما ون لحنين يهين والجي جوج عراقنا أي كفر حشنا وفود قلم وهاي أفر سنو ديار جروب يسي سرعة كد من أول أصور على توصون لأورنجري أي عيدا كود يبه قام يجري نقاس وضم بدن واخر يقول بدن واقف سواء قد دمبنا أنت لوبي يكني بعد بلوصل أرباحي اتفاقية دحمرت الدولة السعودية أصقا ونقض ويلكي هدنا ويلكي والعزلي إبراهيم نلي هذا أصقا محمد علي الباشا
أيو ديب أسو أبا بولي عيدان بدان وحوق بدان أسوسي واقو الدم بيسي دولة السعودية الأولى وشا عبد الله مركا أو شاقو أها وألا دميي شيخنا محابيستي بوغلي لقبتي الوقبة الدرعية درعية مركا لما رواي حصار بلغو سميي مركا وألا قوضومي سديد بلود بي دقالم هايونا قوضون صنايين وبيئ يباد إيا تغرب اللود دي دي واقو الدم بوحا مركا دولة دي عثمانية أيا قعان تقول ويل كيس الشيخ سليمان ابن عبد الله انه صاخن كتاب كيس الدلائل الاورنجري ميشا الغدري تيولي بلقبتي يا نيمان توغا يا خوانها يا نين كان يركا يا سودان الا بجركا وانين كي ادو فدين ويدين كتاب الدلائل القري الدوله العثمانيه الرق يضبا ميل صاري مركنتي لا سو قبتي امن عصر وميل استاجي ايون لو بقول عيدا ايون هل مرحبا كفرة لو بقول بولني ومال بقول هل مرحبا كفرة نينكي والا ويا عتكيسي لفتي سوا لو يلديس شيخ والا اوروريي شي عبد الله تاغان با ويلكي سي قابكا لو دلي اسغونا محابيس لا قاداي قاهره لا جيي بو اها قول حبس غوري با لا جيي الغاز شيخ كو دنت ماركا شيخ دعودا دهر ايو كو سو جيري واغي دغال كو سوودين ان تلمامن بو اها لا سمري او اسغو 27 جير اه اي و خيو دغالم جيري با كم 30 سنه ويل سو دون جير سو دغالمو يو اسغو وايل عتشو 27 سنه مري أيوه دجالهم هاي نين اللي قانا هذا القيام بدنا علم بدنا أيوه أها دولة دنا وحل دم يكون صدق بقول صدق يلا بدي أي دولة ده دنتي أو صدق يلا بدي أيال لباب أشي وصرد مرك الله قفا شيء إبراهيم أو قاضي إبراهيم محن علي الباشا أو قاضي لوجو بقاهرة كدم اللوس وجو بإسطنبول قيبا كم ذا أنتوا العلماء هاي إن قاهرة لقينا ين اللي دلي إن اللي حبسيه أنتوا دي مسؤولين تهاي سياسيين تهاي رئاسة السعودية بدن كود وحلق إسطنبول لين لدليه نين إسكي بودن تبوا على هايين هذا هو شيخ أسوح جريء دكون لا ببغى الأفرتانية لا بدي أما الأفرتانية أفرت أيو جريء دي مؤلفات بدن بو شيخ ولا هي هذا أي عان ويه كتاب كسأل له يقنا أسيرة النبوية ومطبوعة كتاب كان يركع كمدة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة وحاكم إذا كتاب كسأل هذا جواب أهل السنة في النقد كلام الشيعة الزيدية كمذا شيخ الترجمة ديرو حافل ومفصلة أي حكولة كتاب كلي علماء النجد خلال 8 قرون مجلد ككوبات بقول لحدن يسقال هي كتاب كلي مشاهير علماء النجد صفحة صدنا إلى بعد صدق الدكتور عبد الرحمن العثيمين كتاب كيسة تاريخ المملكة العربية السعودية مجلد ككوبات بقول سيدتنا إلا ترجمة حافلة أي حكولة هي إن قيام بدون عالمة وعلم اللغة تلمي حتى خصوم تدعوى النجدية آية المايم بوها حقنا جيسي وجريئة في الله سبحانه وتعالى وفي أمره وفي دينه